مع شباب بطموحهم رسموا الأمل بمستقبل سوريا وبتفوقهم وبإصرارهم قدروا يثبتوا للعالم بأنه هالأرض بتحمل الحضارة والإبداع وبتصدرها للعالم. أكيد اليوم الحلم عم يكمل مع دفعة جديدة من المتفوقين على المستوى ضمن تصفيات الأولمبياد العلمي السوري في تحدي وعزيمة اسم سوريا رح يبقى عم يعلى بالمنصات العلمية العالمية، هو طموح جمعهم على المقاعد يلي بدأوا منها يرسموا الحلم. واليوم بدنا نرحب بالاستوديو أكيد عبر صباحنا غير مع فادي بركات الطالب الحائز على المركز الأول بمادة الفيزياء ضمن التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري. صباح الخير يا فادي. كمان بدنا نرحب بأحمد حيدر الطالب الحائز على المركز الأول بمادة المعلوماتية ضمن التصفيات النهائية. صباح الخير أحمد وفادي، وأهلا وسهلا فيكم ومبروك التفوق يلي أكيد بنرفع راسنا فيه. الله يبارك فيك. صباح الخير. صباح النور. خلينا فادي نبدأ معك ونحكي يمكن عن الأولمبياد، أول مرة يمكن عم تشارك فيها بالأولمبياد، حكي لنا عن هاي التجربة. كانت تجربة حلوة كتير، وهي فرصة بتجي مرة بالعمر، بتساعدنا نستثمر قدراتنا بما يفيد وطننا سوريا. نعم. كمان أحمد خلينا نحكي عن هالتجربة يلي كمان أنت أول مرة بتخوضها، خلينا نحكي عن تفاصيل يمكن كيف كان الدرس، كيف كان هيك التركيز عالي وبالنهاية صار في تفوق. هلا مثل ما قال صديقي فادي إنه هي فرصة تجي مرة واحدة بالعمر، فلازم نستثمرها لحنا ما نضيعها يعني. فهي مثل يعني مثل ما قال انه بتيجي فرصه مره بالعمر، ولازم يعني هي بتطلع الموهبه اللي بداخل الشخص يعني. وهي بعيده طبعا عن الدراسه، يعني بتخلينا نشوف شو داخل احنا مخنا، شو عندنا قدرات احنا بداخلنا يعني، ونستثمرها ونبدا ونطورها يعني، ما نهتم مثلا باشياء اخرى مثلا ممكن ما تساعدنا مثلا بالمستقبل. نعم. يعني خلينا نحكي شوي فادي، يعني خلال ايام الامتحان بالاولمبياد كان حتى المدربين والاساتذه والدكاتره المشرفين عم بيقولوا انه السنه الاسئله كانت صعبه، الاسئله كانت مستواها عالي لحتى تتاهلوا وتكونوا جاهزين لكل انواع يمكن الاسئله اللي ممكن تواجهوها بالاولمبياد العالمي. كيف كان الامتحان؟ كان هو الامتحان كانت اسئلته صعبه، بس نحن طبعا قبل ما نفوت على الامتحان كنا مجهزين حالنا ومدربيننا، بنشكر الاساتذه دربونا تدريب جيد، فكنا فايتين وكلنا امل بانه نحصل ونوصل على ننجح من بهالخطوه لنوصل الاولمبياد العالمي ونحصل على ان شاء الله على اعلى المراتب بالاولمبياد العالمي ان شاء الله يا رب. اكيد عم نشوف مشاهد وقت الفحص. فادي خلينا نحكي ليش اخترت ماده الفيزياء، ويمكن هي شوي بدها تركيز وتفكير وتحليل، خلينا نحكي ليش اخترتها لهيدي الماده او كيف طريقه دراستك لها. هي بمجريات حياتي، بما ان ابي مهندس كهرباء فانا اتشحت أوقات فراغي بتجارب علمية ساهمت كتير بازدياد مخزوني الثقافي بمجال الفيزياء، وبتراكم الخبرات من السنوات العديدة حسيت بأنه فرصة الأولمبياد هي فرصة لأحسن استثمر هالمواهب اللي تجمعت فيه، فانتسبت وحسنت اتجاوز هالمراحل. أكيد. يعني ليا مثل ما الأولمبياد هو فرصة لكل شاب سوري حابب أنه هو مو يتفوق يتميز، وهو هي يمكن السمة الموجودة عند كل خلينا نقول خريجين الأولمبياد. خلينا نسمع حكايتك كمان أحمد، كل شاب فيكم له حكاية مع التميز، احكي لنا حكايتك، كيف بدأت تحس أنك أنت بتميل للمعلوماتية وبتحب تبدع فيها؟ هلا انا من انا وصغير كثير بحب المعلوماتيه، من انا وصغير دائما كانوا يشوفوني مثلا قاعد على الكمبيوتر، كثير كنت انفصل عن اهلي ضل قاعد على الكمبيوتر بالساعات يعني. كانت اول شيء بما اني صغير فكنت بس العب، بعدين وتصرت صف نجحت على التاسع، كان بالمدرسه عندنا في دوره صيفيه، كان من ضمن هالدورات الصيفيه في برمجه، فشاركت بهالدوره وشافني الاستاذ انه متميز فيها، هي طبعا بمدرستنا كانت هالدوره مدرسة المحسنية، فشافني الأستاذ وقال لي إنه أنت يعني شاف إنه فيني متميز بهالاختصاص، فقال لي إن شاء الله بس بصف العاشر بدنا نشوفك بالأولمبياد.
من وقتها انا حبيت الفكره وصرت انه اطلع على الاولمبياد شو هو، وبوقت صرت صف 10 بلشت اتدرب، وطبعا الاساتذه ساعدوني بشكل كبير وطلاب سابقين ايضا ساعدوني بالتدريب، والحمد لله انا كنت حاطط املي انه اطلع الاول، فكنت عم اتدرب على هذا الاساس، ما كنت عم اتدرب على اساس اني اطلع على المنصه فقط، نعم. والحمد لله حصلت هاي المرتبه. طب خلينا احمد نحكي اكثر، كيف كنت ترتب وقتك وكنت ترتب يعني ما بين الدرس والتدريب بالمعلوماتيه على يعني الخبرات الاكثر بدها تركيز، كيف يمكن تنظم وقتك، قديش ساعات الدرس بالنهار تكون لحتى تفوقت وتميزت ووصلت لهون؟ هلا بوقت الاختبار قبل الاختبار الاخير كنت يعني من المحافظات، وقبل كنت اتدرب على اسئله الدورات السابقه، وكان تقريبا كل يوم حل مثلا دورتين او دورتين تقريبا. بعدين وقت صرت بلش نجحت ووصلت على المركزي كثفت التدريب اكثر، وطبعا كان المجهود الشخصي كبير يعني، وطبعا ما بننسى فضل الاساتذه وفضل المدربين السابقين يعني الطلاب القدامى اللي هلا هن 11 وبكالوريا، في طالبين ساعدوني ايضا بالتدريب وجهوني انه من وين ادرس. كان التدريب شاق يعني، كان تقريبا لا يقل عن 6 ساعات يوميا بعد فترة المركزي يعني. نعم. فادي خلينا نعرف منك، يعني كان عم بيقول أحمد أنه الأصدقاء أو اللي يمكن خضعوا للأولمبيات وهن القدامى مثل ما بنسميهم بيساعدوا الجدد وخصوصا مثلكم اللي هن أول سنة لهم بالأولمبيات، كمان شفنا هذا جو التعاون بينكم وكان في كتير فرح لما أي واحد فيكم يعتلي المنصة، كان في تصفيق في تشجيع من القدامى، احكي لنا عن هي التجربة. كانت تجربة حلوة كتير، وطبعا القدامى وأصدقائي اللي ما ساعدوني واستفدت من خبرات الأساتذة اللي عندنا بالمدرسة، نعم والتدريب اللي أقامته وزارة التربية ساعدتنا ولنكثف مهاراتنا ونوصل، الحمد لله وصلنا على منصة التتويج وحصلت على المركز الأول. الحمد لله أكيد، ونحن أكيد كثير فخورين فيكم وبزملائكم أيضا. خلينا ننتقل ونشوف التكريم يلي صار وبنرجع. يعني عم نشوف حاليا مشاهد من حفل الأولمبياد، حفل تكريم المتوجين بالعلم مستوى الوطني من جميع المحافظات السورية، وهذا فيلم توثيقي عن الأولمبياد العلمي. هي اللحظة اللي كللت فيها جباه السوريين، جباه شباب بالغار، عهد الوطن أنه يكون العلم هو سلاح في وجه سلاح الحرب. هي اللحظة، يمكن اللحظة أحمد وفادي اللي اعتليتوا فيها المنصة كرمته، هو تكريم معنوي ولكن هو تكريم يمكن كتير قوي لكل حدا فينا، وخصوصا انتو هاي اللحظة اللي توجتوا فيها. تحكي لي عن هاي اللحظة لما طلع اسمك على الشاشة خلفك وايضا تم استدعائك لحتى تكون تحصل على الميدالية الاولى. طبعا هي اللحظة فيها مشاعر ما بتنوصف يعني، كانت كتيرة، بس كان ساعدت وزادت من ثقتي بنفسي وقوتني لأحسن اتجاوز ممكن التسالي الممكن لاقيها، لأحسن كثف دراستي واوصل احصل على مرات على ميداليات عالمية باسم سوريا. نعم أحمد، يمكن كانوا أهلك حاضرين وبعض من رفقاتك وعيلتك، كيف يمكن هيك كنت فخور ووقت عم يعلنوا اسمك، قديش هيك حسيت بقيمة التعب إنه أنا نجحت، إنه أنا عم بنجح، إنه أنا عملت شيء بحياتي بعمر صغير برغم كل شيء أنا كنت قدها وقدود؟ طبعا أنا كنت كتير فخور يعني، وعن جد حسيت حالي كأنه مثل انه يعني التعب اللي تعبته والجهد اللي ساويته ما راح على الفاضي. حسيت حالي انه هالمشهد كنت شايفه ببالي كثير من كثر ما كنت عم بتمناه انا، يعني انا عم بتدرب كنت دائما اتخيل انه انا عم بيطلع اسمي الاول على القطر مثلا، فحسيت حالي شايف هالمشهد قبل كثير يعني، فالحمد لله ما راح جهدنا على الفاضي. الحمد لله.
يعني ليا نحن كلياتنا فخورين بالشباب السوري الواعد وايضا بانجازات هيئه التميز والابداع. السنه الماضيه مر 10 سنين على بدايه هذا الحلم السوري، وهلا انتم مؤهلين لتكونوا وتشاركوا، رح تكونوا ضمن الفريق اللي رح يشارك بالاولمبياد العالميه. كل ماده بدوله، السنه يمكن 61 ميداليه حصدتها سوريا. شو الطموح السنه؟ السنة اللي طموح طبعا بانه احصل على ميدالية ذهبية ان شاء الله باسم سوريا، سجلها باسم سوريا فارفع اسم الوطن بالعالي. هو قدم لنا كثير عطاءات ونحن من واجبنا انه نرد له شوي. نعم احمد، يمكن لكل حدا او لكل شاب بالمدرسة يمكن حس بتميز بمادة ما بحياته، كيف بتقول له يروح على الاولمبياد وكيف بتنصحه انه هو يكفي بهذا المجال، ومثل ما قلت يمكن كيف يطور هاي الموهبة اللي جواته؟ يعني مثل ما صار معك، كيف بدك تقول لكل حدا عنده هاي الموهبة وعنده هاي القدرة العلمية؟ هلا اول شيء لازم يختار الموهبه اللي هو عن جد يعني موهوب فيها، ما يختار مثلا ماده ثانيه يكون هو مثلا ما له موهوب فيها. لازم اول شيء يعرف حاله هو، بعدين مشان وقت يدخل فيها يطور من حاله، يستفاد من خبرات السابقين، يساعده ايضا يساعده الاساتذه لازم، وطبعا المجهود الشخصي لازم يكون يعني يجتهد ويدرس ويتدرب يعني عشان يوصل لحلمه ان شاء الله. ان شاء الله اكيد ان شاء الله بتحققوا كل احلامكم. فادي نحن كثير بدنا نتشكرك وموفق، وان شاء الله بنستضيفكم حاصلين على المراتب الاولى عالميا. شكرا كثير لكم والف مبروك لكم ولزملائكم. اكيد فادي بركات حاصل على المركز الاول بماده الفيزياء ضمن التصفيات النهائيه للاولمبياد العلمي السوري، واحمد حيدر كمان الحاصل على المركز الاول بماده المعلوماتيه. شكرا كثير لكم واهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم شباب، وشكر اكيد موصول لاهلكم يلي امنوا بهالموهبه اللي موجوده داخلكم ونموها، وشكر اكيد لهيئه التميز والابداع راعيه الابداع. شكرا لكم كثير، نتمنى لكم التوفيق بالمحافل الدوليه وبتعتلوا المنصات العالميه. شكرا كثير.